عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا مفاجأة أبنائي ليا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mama. Happy birthday to you. Merci beaucoup. أشكركم جدا بكل شدة. شكرا يا حبايبي، ما نحرمش منكم ابدا يا رب، ربنا يخليكم لي. عشان الفيديو بس ما يبقاش فيه حاجه كده انتوا ما استفدتوش بيها بحاجه، تعالوا نعمل مع بعض النسكافيه. يعني نشرب بقى نسكافيه بعد التورته بقى الجميله دي. فادي عندي مقادير النسكافيه، هعملها بطريقتين. هنشوف اول طريقه كده مع بعض. ده نسكافيه عادي اللي هو الكلاسيك، هاخد منه في الفنجان الصغير ده، ادي معلقه ونص كده، ايه كفايه، يبقى معلقه ونص. عكس المج الكبير اللي هنعمله في المره التانية، هنشوف طريقته ازاي. هحط السكر بقى اللي انا عاوزاه، تشربه بقى من غير اي سكر حسب الرغبه. انا حطيت كده حوالي اهو معلقتين ونص، يعني عشان بس ده بيبقى مر شويه. وهحط شوية مية سخنة صغيرين، وبعدين اقلب تقليبة كده ايه بسيطة، وبعدين نشوف بقى هنضربه ونعمل منه فوم حلو قوي ازاي. كنا عندك بقى المضرب بتاع النسكافيه، ده مضرب ظريف جدا، شايفين بيعمل لي فوم عالي قوي. اتكي على الباور وتضربي كده بالراحه، هتبصي تلاقي، بصي عمل على طول فوم من اولها، هي الرغاوي دي. يعني هستمر بقى في الضرب عشان احصل على فوم متماسك كده، ويبقى حاجه ممتازه جدا، احسن من اللي في المحلات او الكافيتريات. يعني شايفين بقى شكله قد ايه تحفه، بيشربوه بلاك كده يعني من غير لبن. تمام كده، حاجة بقى شكله تحفة. هنضيف بقى اللبن. اللبن طبعا لازم يكون سخن، علشان لما انتي بتضربي النسكافيه بالشكل ده بيبرد شوية، فضيف اللبن ده سخن، ما تضيفوش ساقع كده من التلاجة. فده اللبن سخن، بضيفه كده بالشكل ده على جنب كده بحرص، بحيث ان انا احافظ على الفوم اللي انا عملته. تمام كده، كويس جدا. مش هقدمه كده يعني عشان ما يبقاش فاصل، يعني ما تيجي تشربي تلاقي يطلع لك مره نسكافيه ومره لبن، لا. فانت هتقلبيه تقليبه كده ايه، خفيفه خفيفة كده بس، بتمزجيهم مع بعض، وحتى كده بيديكي ايه شكل حلو جدا، وكأنك راسمة عليه حاجات. ايه رأيك؟ شكله تحفة، شايفين الفوم يعني له سمك كده، صح؟ تحسي انه يتغمس يعني. فجميل جدا صراحة، حبيت ان انا بس اعمل بيه فيديو كده تشوفوه، بحس الناس اللي عمالة بقى بتدعك في المج كده بالمعلقة يا عيني، وعاملينه مشكلة وحاجة صعب. لا، هو بطريقة سهلة جدا. هاتي مضرب النسكافيه ده هيريحك، وقدمناه بالشكل ده، حاجة تحفة قوي، وبألف هنا، جميل جدا. يعني بعد يوم حر زي اللي احنا فيه كده، تشربيه بعد الفطار كده يعني يظبط شوية، او اللي بيمتحنوا بقى في الثانوية العامة والكليات، ربنا يعينهم يا رب ابنائي وكل اللي بيمتحنوا دلوقتي، وربنا يا رب يكرمهم جميعا بالتوفيق والنجاح. عندي بقى طريقة تانية هوريها لكم دلوقتي. اللي ما عندوش بقى مضرب نسكافيه، او مش لاقيه في المنطقة اللي هو فيها، او الشباب المغتربين او اي حاجة، هنعمل طريقة سهلة جدا كده وبسيطة، تغنيك عن مضرب النسكافيه خالص، وموجودة في البيت ومتوفرة ومفيش اي مشاكل. تمام،
ادي بقى الطريقة التانية اهي. ادي عندك مج، عندك البرطمان، اي برطمان متوفر في البيت، حاجة يعني ازاز، بحيث انا ممكن اضربه في ازازة، ازازة بس تكون ازاز، عشان بلاش الازازة البلاستيك، علشان بس هنحط حاجة سخنة فيها فما تتفاعلش معاها او حاجة. فطبعا ده مج، اي حاجة مج مربى، مج اي، قصدي برطمان مربى او اي حاجة، بتغسله ويبقى نظيف، واستخدمه بقى ايه، كأنه هو مضرب النسكافيه. حطيت معلقتين من النسكافيه علشان انا هعمل مج كبير، وهحط السكر بقى حسب الرغبة، حط معلقتين او ثلاثة علشان المج ده كبير. وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نطلع فوم ممتاز جدا، احلى من مضرب النسكافيه نفسه. هحط برضو شوية مية سخنين، لازم تكون سخنة، شوية صغيرين، وهقفل البرطمان. انا مش محتاجة ان انا اقلب السكر مع نسكافيه ولا حاجة، انا لما هضربهم مع بعض هم هيمتزجوا تماما وكله هيدوب. شايفين؟ اه، يا دوبك من ضربتين بس عمل لي فوم، بس ده خفيف قوي يعني، اول ما تصبيه هي يعني هيروح مع الهواء. فتضربي تضربي تضربي، شايفة بدأ يتقل يتقل، ادي تحفة جدا. مش محتاجة بقى انا لما مضرب النسكافيه بتاعي يبوظ ولا حاجة اروح اضرب في الخلاط، او اقعد اضرب النسكافيه بالمعلقة، لا اهو بالبرطمان عادي خالص وصغير اهو، واعملي احلى فوم للنسكافيه، تحفة جدا، وقدميه لضيوفك او اشربيه انتي، حاجة جميلة جدا. تعالوا بقى ايه نصبوه كده في المج بتاعنا، شايفين السائل النسكافيه بينزل والفوم بقى ايه تقيل يعني. زي احمد مكي كده في المسلسل لما قال انا عايز وش القهوة ايه اشيله بسكينة المعجون. فاتي وش النسكافيه اهو بالمعلقة، شايفة مش بينزل من المعلقة يعني، ثابت كده. فكده حاجة ايه تحفة جدا يعني، يبقى زي اللي بتشربيه بره في اي كافيه. نزلت كده الفوم بالراحة كده على وشه، شايفين واقف ازاي، زي يكون كريم شانتيه. اضيف له برضو اللبن السخن، سخنتي كده بقى اللبن في الميكرويف او باي طريقة، واضيفيه برضو بالراحة كده على جنب، يطلع معاكي الفوم كده لفوق. انا اكتفيت بهذا القدر، تقدري طبعا تزودي المج زي ما انت عاوزة لحد ما يبقى فوق خالص. قلبه بقى كده ايه بحرص بالراحة، بحيث احافظ على ايه الرغوة اللي عندي دي او الفوم ده. شايفين تحفة، طعمه بجد جميل جدا جدا. ده كان فيديو كده سريع النهاردة، حبيت في بدايته اوريكم احتفال ابنائي كده، ربنا يخليهم لي يا رب ويحفظهم. وبشكرهم من كل قلبي، وحبينا نعمل النسكافيه حاجة كده سهلة وبسيطة، وصراحة ذقته طعمه جميل جدا جدا. بتمنى اللي لسه ما اشتركش معانا بالقناة يشترك يا جماعة، ودوس زر سبسكرايب، دوس زر الاشتراك الزر الاحمر، علشان تنضم لعائلتنا، عائلة القناة، وفعل الجرس، دوس على الجرس عشان يوصلك اي اشعار بفيديو جديد انزله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشكركم، والى اللقاء. سوزان مقابل.